أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة. نعم، أسفر الهجوم الإرهابي عن استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصري الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. أكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها ضد الإرهاب وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ومواصلة مسيرتها التنموية بما يلبي تطلعات الشعب المصري الشقيق في الأمن والرخاء والازدهار. وعبرت وزارة الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها لتضحيات القوات المسلحة المصرية الباسلة في حماية أمن مصر واستقرارها وصون مكتسباتها التنموية والحضارية في مواجهة الإرهاب وتثمينها لمواقفها التاريخية المشرفة في الذود عن الأمن القومي العربي وردع التدخلات الخارجية التي تستهدف المنطقة وشعوبها الشقيقة. وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والرافض لجرائم العنف والتطرف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها، داعية إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة واجتثاثها من جذورها الفكرية والمالية والتنظيمية.